عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هناخد الجزء الثاني من البوابات الاربعه. تمام، النهارده ان شاء الله هنكمل على الحلقه اللي خدناها المره اللي فاتت. احنا خدنا طبعا هجوم البوابتين 1-2 بالشكل ده كده، خدنا الهجوم على البوابات العلويه يمين وشمال. تمام، دلوقتي ان شاء الله هنستخدم هجوم البوابتين السفليه. ممكن مثلا يهاجم في منطقه الضلوع ضربه كف بالشكل ده كده، مثلا على سبيل المثال بالشكل ده كده، بتكون طبعا قويه، بس انت في التدريب يعني شريكك في التدريب مش هيضربك ضربه تعمل لك اصابه ولا اي حاجه، لا، يعني بتكون ضربه على سبيل المثال بالشكل ده كده، 1-2 1-2 بالشكل ده كده. فانت هنا كدفاع بس عن البوابات السفليه ممكن تستخدم اي حاجه، بس الدفاع الانسب يعني في الحاله اللي زي كده هاجم اهو بالشكل ده كده. تمام، بالبطيء عشان ياخدوا بالهم. دلوقتي اهو بعت الضربه وهاجمت برده في نفس الوقت. الهجوم الثاني اهو بالشكل ده كده، بعت الضربه وهاجمت برده في نفس الوقت. يبقى ده هنا بيستهدف البوابات الوسطى يمين وشمال، بيستهدف البوابات الوسطى يمين وشمال زي البوابات العلويه يمين وشمال. تمام، فبالشكل ده كده 1-2 قرب شويه اثبت بس. تمام، هاجم 1-2 1-2 1-2 بالشكل ده كده. طبعا التقنيه دي احنا خدناها اكتر من مره واكتر من نموذج. تمام، جواتساو. تمام، فخدنا الطريقه دي، ممكن ان احنا كنا بنصد بيها الاول ركلات، نصد بيها ضربات في المستوى المتوسط بالشكل ده كده، فخدناها لاكتر من مره. فدلوقتي انت مش محتاج بقى تشرح بقى من الاول التقنيه وبتيجي ازاي ويفضل معاها حركه الوسط بالشكل ده كده. كل الكلام ده شرحناه في الحلقات اللي فاتت، واللي متابع من حضراتكم السلسله من بدايتها عارف الحاجات دي ان احنا خدناها اكتر من مره وبالتفصيل. تمام، فعشان كده حضراتكم بدانا بالهجوم مره واحده من غير ما نتكلم في تفاصيل، لان الكلام ده كله شرحناه قبل كده. فدلوقتي هو بيستهدف البوابه، دلوقتي الهجوم جاي في منطقه الضلوع بالشكل ده كده. فانت هنا ايدك جت بالشكل ده كده اهو، خرجت الهجوم ولفيت بوسطك عشان تدي هجوم وتبعد الضربه عنك. الناحيه الثانيه اهو بالشكل ده كده اهو، الناحيه الثانيه 1-2 نيجي من الزاويه دي اهو بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين اهو، 1-2 اهو زي ما حضراتكم شايفين بنبعد الضربه ازاي. يلا 1-2 1-2 فبالشكل ده كده زي ما خدنا في الحلقه اللي فاتت ازاي تدافع عن البوابات العلويه، خدت دلوقتي ازاي تدافع عن البوابات السفليه. وزي ما قلنا ممكن تستخدم اكتر من تقنيه، يعني ممكن تستخدم مثلا هجوم تاني انسب ليك دلوقتي بالبطيء. لو هو داخل دلوقتي يهاجم هنا فانت ممكن تخرج من الخارج، بس طبعا يعني انت وحسب الموقف اللي بتتعرض له. وفي التدريب يعني انت ممكن تجرب اكتر من تقنيه، في التدريب مسموح لك انك تغلط وتتعلم، جيت تستخدم حاجه ما لقيتهاش مناسبه غيرت التقنيه، ففي التدريب عادي. اما في القتال الواقعي لازم انت تكون خلاص تاهلت وتعرف تميز بين انسب تقنيه تستخدمها في الوقت المناسب، لان في التدريب ممكن تاخد فرص، في القتال الحقيقي صعب انك تلاقي فرصه او الضربه مثلا او الغلطه هتكون مؤثره عليك، فلازم تاخد بالك من النقط دي. تمام، يبقى زي ما اتكلمنا كده دلوقتي، طيب نطبق بقى على الحلقه اللي فاتت والحلقه دي، ما قدرناش نعملها في حلقه ثالثه. هنتكلم ازاي بقى تتعامل مع هجوم او تتعامل في التدريب تتمرن على الاربع بوابات مره واحده. دلوقتي بالشكل ده كده زي ما خدت الحلقه اللي فاتت، 1 بالبطيء عشان ياخدوا بالهم، 2 3 4. تمام، انت مثلا خلصت الاربع عدات دول، يبقى كده الاربع بوابات تم مهاجمتهم. تعيد تاني، 1 2 3 4، خلصت برضو تقوم عايد تاني، يعني انت تتمرن عليها على اساس ان هي اربع نقط او اربع بوابات. دلوقتي مثلا بيهاجمك اول حاجه بوابه علويه، ده في التدريب لازم انت مثلا تكون عارف في البدايه الخصم هيلعب ازاي، لان انت هنا في التدريب، تدريب بتبقى عادي هتهاجم الخصم مثلا لكمه مستقيمه صد مثلا بالطريقه دي بالطريقه دي. اما في لما تيجي تعمل نفسك اختبار بقى، يعني انت خلاص اتمرنت مثلا كذا شهر، اتمرنت كتير، بقت بالنسبه لك الموضوع سهل، صعبته بقى مرحله اعلى مرحله اعلى، بعد كده قلت له مثلا ايه عايزك تهاجمني من غير ما تقول لي هتهاجم ايه، ضربات مختلفه، هجوم كده هجوم علوي سفلي اي حاجه، هجمات مختلفه، هتلاقي نفسك الدفاع بيطلع تلقائي، هتلاقي نفسك الحاجات طالعه معاك تلقائي، مش محتاج ان انت يعني تعرف الخصم هيلعب ايه. فانت في البدايه طبيعي جدا بتتاسس بتتعلم، لازم تبقى عارف ايه اللي هيتلعب، لان انت مش هتطلع من مستوى مثلا المبتدئ لمستوى المحترف وانت لسه ما تاسستش صح. تمام، يبقى تاني هجوم على الاربع بوابات، تاني 1 2 3 4. طبعا وما تسرعش، يعني احنا كده مثلا ايه عملناها اسرع سنه، لكن انت في البدايه مثلا ايه بالراحه خالص، يعني يفضل كمان لو انت متاخر في الدفاع بالراحه بالشكل كده، 1 2 3 4، تاني 1
اتنين تلاتة اربعة. تاني، واحد اتنين تلاتة اربعة. طبعا ما تسرعوش عشان في البداية ما تتلخبطوش، ابدأوا بالبطيء. وطبعا زي ما انت بتتمرن مع زميلك، انت خلصت هو يجرب وانت تهاجم، نفس الكلام بعد كده انت تهاجم، واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعد كده تغير وتشكل وتبدأ وتجرب اكتر من تقنية. يعني مش شرط مثلا ايه اللكمات تصدها مثلا بالتان ساو، لا ممكن مثلا تصد زي ما قلنا لوب ساو، ممكن تصد هيون ساو، ممكن تصد بحاجات ياما. والضربات اللي في البوابات الوسطى مش شرط برضو تصد بالجوات ساو، ممكن تصد مثلا مش شرط من الخارج، ممكن من الداخل، مش شرط يعني مثلا من اتجاه واحد، ممكن مثلا مش شرط تكونوا ثابتين، ممكن تحاول تضيف لنفسك ازاي، يعني تحاول تضيف مع الحركه. يعني دلوقتي احنا مثلا ثابتين قصاد بعض وبنتحرك بالشكل ده كده في مكان ده، ممكن مثلا انت وهو يكون خصم بيرجع مثلا وده بيهاجم وده بيحاول يفوت ثابتين، ممكن تكونوا بترجعوا من بعض، ده بيهاجم مثلا دلوقتي لو بيهاجم في البوابات الوسطى بالشكل ده كده اهو، تقوم بعد وتقوم جاي لاعب ركله عامل اي حاجه، ممكن تستخدم حاجات ياما. فما تلخبطش نفسك في البدايه، حاول تبدا خطوه خطوه، وان شاء الله مع التقدم في المستوى هتلاقي نفسك اتحسنت كتير. ويا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعل الجرس، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.